خلاص. طيب اني كانسل بقى، انا خلاص، انا زي ما احنا شفنا من شويه انا مش هكريت جروب تاني خلاص، انا اوريدي عملت الجروب بتاعتي الخاصه بالاتش ار ديبارتمنت اهي خلاص. انا عايز بقى اضيف الممبرز جواه، انا ضربت عليها دبل كليك وجيت في الممبرز وابتديت ايه اضيف. انت بتضيفهم مره واحده وخلاص بقى، بعد كده بتستخدم الجروب دي في كل الامور الخاصه بتاعت القسم. لو انت عايز تديهم حاجه معينه بشكل موحد كلهم مره واحده، فبتبقى من خلال الجروب دي خلاص كده. طيب عايزين بقى نتكلم عن الجروب سكوب. الجروب سكوب احنا لما جينا عملنا من شويه، خلينا نروح كده على الاي تي مثلا ونقول نيو، قلنا جروب، قلنا في حاجه اسمها هنا ايه الجروب سكوب صح. السكوب دي قصده منها ايه او هي بتمثل ايه؟ فهقول لك الجروب هنا بتمثل حاجتين. واحد، اول حاجه الممبرز اللي جواها اللي جوه الجروب دي هم مين خلاص، وهجيبهم منين. الحاجه الثانيه هي الجروب دي لو عايز اديها بيرميشن، هدي بيرميشن على الريسورس خلاص. الريسورس دي موجوده معاها لوكالي في نفس الدومين ولا في دومين تاني؟ الجروب اللي انا عايز ادي عليها البرميشن دي، البرميشن دي على الريسورس صح. الريسورس دي بقى موجوده معاها لوكالي في نفس الدومين اللي هي فيه ولا في دومين تاني، سواء داخل الفورست او في فورست تانيه، وطبعا بشرط وجود تراست ما بين الاثنين فورست ده، ولسه هنعرف يعني ايه موضوع التراست ده. طيب خلينا نشوف انواع السكوب عندي ايه. عندي انا في الجروب سكوب عندي اول جروب اسمها دومين لوكال، والجروب الثانيه اسمها جلوبال، والجروب الثالثه اسمها يونيفرسال خلاص كده. طيب بالنسبه للدومين لوكال خلاص كده، وبالنسبه للجلوبال واليونيفرسال ايه الفروقات ما بينهم؟ خلينا نقول مع بعض بس حاجه في الاول، يعني ايه اصلا ريسورسز؟ يعني ايه ريسورسز؟ الريسورسز دي ممكن تكون اجهزه، ممكن تكون داتا صح كده. طيب الريسورسز دي كلوكيشن او كمكان بتبقى موجوده ايه؟ بتبقى موجوده معايا لوكال خلاص في نفس الدومين. وممكن انا لو عندي داتا على سيرفر معمول لها شير على فايل سيرفر مثلا، انا ممكن ادي بيرميشن للجروبس اللي سكوب بتاعها دومين لوكال على الريسورس او الداتا دي. يعني انا لو معايا حضرتك جوه الدومين بتاعي او نفس الدومين اللي انا فيه فايل معمول له شير على سيرفر معين، انا ممكن ادي بيرميشن للجروب اللي السكوب بتاعتها دومين لوكال على الريسورس او الداتا دي. طيب يعني ايه يقدر ياخد بيرميشن على الريسورس دي واللي موجوده معايا في نفس الدومين او دومين تاني بره؟ ايه يعني ايه قصه ان هو يقدر ياخد عليها بيرميشن خلاص؟ كل الـ الاسئله اللي عماله تدور في ذهنك دي انا هجاوب عليها، بس خليك كمل معايا للاخر. الجروب اللي اسمها يونيفرسال اللي انا واقف عليها دي هي زي الجلوبال، اقدر اديها بيرميشن على الريسورسز في الدومين بتاعها او دومين بره. طيب كده بقى البرميشن خلاص، كده البرميشن بناء عليها، بناء على البرميشن دي انا اقدر اكسس الريسورس، اقدر ايه اكسس الريسورس. طيب ايه المعيار التاني؟ قلت لحضرتك المعيار التاني هو الممبرز اللي جوه الجروب. طيب الدومين لوكال بتقبل ممبرز من الدومين بتاعها او ممبر تاني جوه الفورست، يعني تقبل الممبرز اللي موجوده جوه الدومين بتاعها او ممبرز تاني جوه الفورست. طيب يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان الممبرز من اي دومين خلاص او اي دومين تاني جوه الفورست خلاص. طيب انا حضرتك ابتديت دلوقتي اتلخبط، انا مش عارف افرق لغايه دلوقتي من كل الكلام ده. بصوا يا شباب،
انا دلوقتي زي ما حضرتك شايف انا عندي هنا فورست وادي فورست تانية، كويس كده. والفورست دي فيها زي ما انت شايف تشايلد دومين، حلو كده. وعندي الفورست دي برضو فيها ايه تشايلد دومين. طيب احنا عايزين نوصل لايه وعايزين نقول ايه؟ ان دي فورست ودي فورست، جميل كده. زي ما حضرتك شايف دي ادي اسم الفول كواليفايد دومين نيم، وادي ده اللي تشايلد منه زي ما اتفقنا بيجي الاسم وبعديه نفس الاسم اللي فوقيه اللي هو البيرنت بتاعه، جميل كده. وممكن هنا من هنا يتفرع ويجي تري جديده او روت جديده، صح؟ ونفس القصه هنا. طيب كل دومين من دول تحت مظله واحده وتحت سيطره اونر واحد، خلاص. انما النشاطات دي تحت ايه؟ اسامي مختلفه. يعني كل الدومين دول ده هما كده تحت مظله واحده وتحت اونر واحد وشركه واحده، ونفس القصه دول تحت مظله واحده وتحت اونر واحد، مظبوط كده. لكن النشاطات الخاصه بكل دومين من دول مختلفه، جميل كده، مفهوم لحد كده. طيب كل دومين من دول، كل دومين من دول بيمثل لي مجموعه من، يعني مثلا الدومين ده بيمثل لي مجموعه من الكمبيوترات، خلاص. under one technical administration، under one technical administration. انا عندي مصطلح لسه هنتكلم فيه في تفاصيل قدام اسمه تراست، تمام كده. طب ايه التراست ده؟ يعني ايه معناه؟ معناه ان في يوزر في دومين معين يقدر يوزنتيكيت واكسس ريسورسز في دومين تاني. يعني انا عايز اخلي اليوزرز اللي هنا اهو زي ما حضرتك شايف ده يوزر، ده اخليه اكسس على داتا موجوده هنا اهو على الفايل سيرفر ده، واخد بال حضرتك؟ بس خد بالك ان اليوزر ده موجود في فورست باسم زي ما انت شايفه اهو، خلاص. اليوزر اللي جوه الفورست دي عايز ياكسس داتا على الفايل سيرفر اللي موجوده في الفورست التانيه دي، فورست مختلفه تماما ملهاش دعوه بالفورست اللي هو فيها، خلاص كده. طيب انا اما هاجي اديله الاكسس على الريسورسز دي لازم يكون ما بين الفورست دي والفورست دي حاجه اسمها ايه؟ تراست، حاجه اسمها تراست. طيب لما انا بعمل عمليه التراست دي، اليوزر ده لما يجي اكسس هنا اهو على الداتا، خلاص كده، هيجي اكسس عليها من غير لا ان هو يدخل يوزر نيم ولا باسورد، خلاص. مش هيدخل لا يوزر نيم ولا باسورد، خلاص. يبقى دلوقتي تاني يا شباب، انا دلوقتي عندي يوزر موجود في الفورست دي عايز ياكسس على الداتا اللي موجودة على الفايل سيرفر ده اللي موجود في الفورست المختلفة عن الفورست اللي هو فيها. هو موجود، بص حضرتك، في فورست اسمها ايه ودي فورست تانية، بص حضرتك اسمها ايه، هو موجود هنا اهو عايز ياكسس على الفايل سيرفر اللي موجود هنا اهو، خلاص. فما يقدرش ياكسس عليها وياخد البرميشن على الريسورسز اللي موجوده على الفايل سيرفر ده الا لما يكون ما بين التراست دي والتراست دي زي ما حضرتك شايف حاجه اسمها فورست تراست، فورست تراست. طيب ايه فايده بقى الفورست تراست دي؟ ان اليوزر ده لما هيجي ياكسس على الفايل سيرفر ده يقدر ياكسس عليه من غير ما يطلب منه يوزر نيم وباسورد مختلفين على اللي موجودين او بيستخدمهم داخل الفورست بتاعته. يعني مش هيجي له هنا ويقول له انت مين والباسورد بتاعتك ايه ويدخل له يوزر نيم وباسورد مختلفين على اللي هو بيستخدمهم هنا. هم اللي بيستخدمهم هنا هم اللي هيستخدمهم ايه هنا، خلاص كده. وبكده يقدر ياكسس على الريسورسز اللي موجوده في الدومين التاني. فاللي بيحصل ان هو بيطلب من الدومين كنترولر بتاعه وهو جاي اكسس على الفايل سيرفر ده تيكت، فالدومين كنترولر اللي هو موجود فيه لو مش بيلاقي الريسورس اللي هو عايز ياكسس عليها دي مش موجوده عنده، هو عايز ياكسس على الفايل سيرفر ده فجه الدومين بيبص ما لقاش الفايل سيرفر ده موجود عنده، خلاص كده.
وهو بيطلب منه التيكت، هو ملقاش عنده، ملقاش التيكت خلاص. فبيمشي بيلاقي الريسورسز دي موجوده فين؟ موجوده عنده على الدومين كنترولر تاني، فيقول له اديني تيكت، بيقول لي هنا للدومين كنترولر تاني اديني تيكت لليوزر اللي عندي عشان يكلم الريسورس اللي عندك. فلما اليوزر يروح يكلم الريسورس بالتيكت دي، يرجع الريسورس للدومين كنترولر اللي هو تابع ليه ويساله انت اللي مدي التيكت دي؟ هيقول له ايوه انا. فيروح مدي اليوزر اللي اكسس على الريسورسز دي، بس بشرط يكون ليه بيرميشن واخدها على الريسورسز دي، تمام كده. فبناء على الكلام اللي احنا قلناه يا شباب، التراست دي انا بحتاج اعملها على كل الدومين، بمعنى اي دومين باي ديفولت او باي ديفولت لما بيبقى ان ذا سيم فورست بيكون بينه وبين الدومين التاني تراست. يعني انا دلوقتي ده دومين وده دومين وده دومين، الدومين الاثنين دول موجودين جوه الفورست دي، بينهم من بعض، بينهم من بعض اصلا في تراست بشكل ديفولت باي ديفولت خلاص كده. طيب لو انا عندي بقى فورست خلاص تانية مختلفة، ايه الموضوع؟ يعني هديك مثال، انا لو عندي الفورست بتاعتي دي وجيت اشتريت شركة تانية، فالشركة الجديدة دي بالنسبة لي دلوقتي فورست تانية، هل الصح ان انا اهدها والغي كل اللي معمول فيها هنا دون واقول يا والله انا هبني من جديد وادخلها تحت الفورست دي؟ طبعا الكلام ده كلامه ايه؟ مش منطقي صح؟ هو ممكن يتعمل الكلام اللي احنا بنقوله، بس ده يعني كلام يعني غير منطقي بالمرة خلاص. طيب ايه الحل بقى؟ ايه الحل اللي انت تعمله؟ هو انك هتعمل تراست ما بين الاتنين فورست دول خلاص، ودي كانت فيوتشر جديدة في سنة 2003 قدمتها لينا مايكروسوفت، وطبعا ده السوليوشن قوي جدا. ولو حابين ناخد عليه امثلة، عندك حضرتك شركة اتش بي لما اشتريت شركة كومبك، اتش بي لما اشتريت كومبك دي كانت فورست، هنفترض ان دي اتش بي ودي كانت كومباك، دي كانت فورست ودي كانت فورست تانية خلاص كده. هل هم بنوا الدنيا من اول وجديد؟ طبعا الكلام ده ايه؟ خطأ. هم عملوا ما بينهم بعد ايه؟ فورست تراست، ان اليوزر اللي موجود في الدومين ده جوه الفورست دي لو عايز ياكسس داتا موجودة على الفاير سيرفر ده مثلا، هو مجرد يدخل اليوزر نيم باسورد بتاعته خلاص، هو خلاص بقى معروف عنده بنفس اليوزر نيم باسورد اللي هو كان شغال بيها بالفورست دي، هيشتغل بيها بالفورست دي، لان هو بينهم بعد ايه؟ فورست ايه؟ تراست. طيب تقدر تديني مثال تاني؟ اقول لحضرتك دل لما اشتريت اي ام سي ايه اللي حصل؟ هدوا الدنيا؟ لا لا هدوا الدنيا ولا رجعوا عملوها تاني ولا حاجه، هو طبق الفورست تراست ما بين شركه دل وما بين EMC، ونفس الكلام زي ما اتفقنا ان خلاص هم دلوقتي اليوزر ده عايز ياكسس على حاجه هنا اهو، مجرد ما هو يحب ياكسس عليها بنفس اليوزر نيم والباسورد اللي بيستخدمهم داخل الفورست بتاعته يقدر ياكسس على الداتا اللي خاصه بالفورست دي، مجرد ان هو هيطلب الريسورسز اللي موجوده هنا، الدومين كنترولر بتاعه هيجي يعني يعمل معايا عمليه الاوثنتيكيشن، فهيجي يساله على تيكت ويقول له انا عايز تيكت اكسس بقى على الريسورسز دي، فالدومين بيجي يدور جوه 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 منه او جوه نفسه على الريسورسز دي، ما لقاش بيروح يسال الدومين التاني اللي موجود في الفورست التانيه، فيقول له انا عايز تيكت لليوزر اللي موجود عندي هنا اهو عشان خاطر ياكسس على الداتا اللي موجوده عندك، فبيدي له التيكت ويروح مديها لليوزر بتاعه ويقدر ياكسس على الداتا بتاعته. ده ملخص اللي احنا قلناه سريعا فيما يخص امر التراست او الفورست تراست. جميل لحد كده؟ طيب احنا موضوعنا الاساسي هو الجروبس، وايه علاقتها اصلا في موضوع التراست ده هنشوفه لما نيجي نتكلم فيه عن الجروبس خلاص. في اتنين اوبشن، ايه هما
الطيب والتاني كان الايه السكوب. بص حضرتك احنا عشان بس ما تنساش احنا كنا بنتكلم مع بعض في ايه، احنا اصل كلامنا كنا بنتكلم عن الجروب، عندنا تو اوبشن جروب تايب وجروب سكوب خلاص. وان ايه هما التايب ووضحنا الفرق ما بينهم، ودلوقتي احنا جايين بنتكلم فيما يخص امر الايه امر السكوب. طيب الاوبشن ده والخاص بالسكوب عشان خاطر نقدر نميز ما بين الانواع الدومين لوكال والجلوب والجلوبال واليونيفرسال. بص حضرتك انا دخلت جبت ليك دي سلايد بتشرح الجروب سكوب، اول ما حضرتك هتيجي تبص عليها هتتخض وتقول لي ايه ده، انا مش فاهم حاجه، ايه القصه اللي حضرتك جايبها لي دي، ايه موضوع اللوكال قدامه يو وسي وجي ودي ال جي، موضوع صعب صح؟ عايز اقول لحضرتك الموضوع ده مفيش اسهل من السهوله فيه، ولكن للاسف ان كل الناس اللي حاولت يعني تفهم موضوع الجروب هو الموضوع فيه زي ما بيقولوا ايه مفتاح صغير كده، لو قدرت تفهم المفتاح ده ويعني تطبقه على الجدول اللي قدامك هتفهم كل حاجه. بص حضرتك مبدئيا كده انا عندي هنا جروب سكوب، هنا موجود لوكال دومين لوكال يونيفرسال جلوبال جميل. طيب انا عندي اللوكال دي من شويه انا ما كنتش شايفها صح، انا كنت شايف الدومين لوكال وشايف اليونيفرسال والجلوبال. طيب ايه اللوكال دي؟ هقول لحضرتك اللوكال دي ده سكوب خاص on the local computer only، يعني بيتطبق على الجهاز او على الريسورسز اللي موجودة على الجهاز اللي انا واقف عليه جميل كده، اظن الموضوع ايه سهل. طيب انا بقى الجروب اللي نوعها local اللي اقدر اكسس على او اقدر اخد برميشن على الريسورسز اللي موجودة على الكمبيوتر اللي انا واقف عليه ده اقدر اضيف فيها مين؟ تقدر تضيف فيها كل حاجة، تقدر تضيف فيها كل حاجة. يعني ايه؟ يعني بص حضرتك هو كاتب لك يو هتقدر تضيف فيها يوزرز، سي تقدر تضيف فيها كمبيوترز، وهتقدر تضيف فيها كل انواع جروبس عشان ما اطولش معاك في الكلام، زي جي جي اللي هي جلوبال جروب، والدي ال جي دومين لوكال جروب، واليو جي اللي هي يونيفرسال جروب، اضافة لللوكال يوزرز اللي موجودة على الكمبيوتر اللي موجود عليه الريسورسز اللي موجودة عندك. حلو كده؟ يبقى عشان نقرأ الجدول ده هقول الجروب اللي نوعها لوكال خلاص، اللي من خلالها اقدر اخد برميشن على الريسورسز موجودة على لوكال كمبيوتر بس، اللي موجودة على لوكال كمبيوتر انا واقف عليه الداتا دي او الريسورسز دي اقدر اخد برميشن على الريسورسز اللي موجوده على الكمبيوتر ده بس. طب مين بقى الممبرز اللي فيه؟ اي حاجه موجوده عندك بما فيهم اللوكال يوزر تمام. طيب بالنسبه للدومين لوكال جروب، دومين لوكال جروب، الدومين لوكال جروب اقدر اقول لحضرتك بتستخدم في ان انت تاكسس اي ريسورسز وتاخد عليها برميشن جوه الدومين، جوه دومين واحد بس، ان وان دومين خلاص كده. طب مين الممبرز اللي انا اقدر اضيفهم جوه الجروب دي اللي اسمها دومين لوكال؟ هقول لحضرتك الممبرز اللي موجودين جواها بتقبل اي ممبرز من اي دومين جوه الفورست، تقبل اي ممبرز موجودة في اي دومين جوه الفورست خلاص. طيب اليونيفرسل هي جروب اقدر استخدمها في ان انا اكسس اي ريسورسز موجودة جوه اي دومين خلاص. يبقى اليونيفرسال اقدر حضرتك ان انا
اخد او استخدم الجروب دي ان انا اكسس اي ريسورسز موجوده جوه اي دومين جوه ايه الفورست. تمام كده. طيب الممبرز اللي جواها اللي اقدر استخدمهم اللي اقدر احطهم اي ممبرز موجودين في اي دومين جوه الفورست. اي ممبرز موجودين في اي دومين جوه الفورست. طيب الجلوبال جروب، الجلوبال جروب، الجلوبال جروب دي اقدر استخدمها في ان انا اكسس اي ريسورسز موجوده جوه اي دومين. خلاص كده، سواء الدومين ده موجود معايا في نفس الفورست او في تراست ما بيني وبين الدومين ده. واضحه كده شباب موجودين؟ طيب هنرجع بقى يا شباب كده نكمل مع بعض، ومعلش استحملوني ان كنت بكرر، بس خليني يعني انا بالنسبه لي لو فهمت الجروبس وانواعها او انواع السكوب بتاعتها ده هيسهل عليك حاجات كتير فيما بعد مستقبلا. فهرجع واقول حضرتك طريقه اداره الجدول ده عشان تفهم الفروقات ما بينهم. انا عندي هنا الجروب سكوب، اول نوع كان اللوكال، فاللوكال ده انا بقول اقدر اعمل بيه اكسس على الريسورسز واخد عليها بيرميشن في اللوكال كمبيوتر اونلي، الريسورسز اللي موجوده على اللوكال كمبيوتر اللي انا واقف عليه، واقدر اضيف ممبرز فيه. يعني تلخيصا كده اللوكال يوزرز اللي موجوده على الكمبيوتر ده بالاضافه لاي يوزرز او كمبيوترز او جروبس او اي ممبر موجود سواء في نفس الدومين او في دومين موجود في نفس الفورست او اي دومين تاني موجود ما بيني وما بينه تراست، يعني دومين تاني خارجي خالص في فورست تانية. كويس كده. طيب قلنا السكوب التاني كان اسمه الدومين لوكال، والدومين لوكال هو اقدر استخدمه ان انا اكسس على ريسورسز واخد عليها بيرميشن انيوير في اي مكان جوه الدومين اللي انا فيه. خلاص كده، واقدر اضيف فيها زي ما حضرتك شايف كده، اقدر اضيف فيها الممبرز اللي موجودين في اي دومين جوه الفورست، اي دومين جوه الفورست انيوير ان ذا دومين. خلاص كده. الجروب الخاصة باليونيفرسال هي جروب اقدر استخدمها في ان انا اكسس اي ريسورسز واخد عليها بيرميشن جوه الفورست. خلاص كده، واقدر اضيف فيها ممبرز. خد بالك بقى ايه الممبرز اللي انا اقدر يعني اضيفهم في اليونيفرسال؟ اي ممبرز من اي دومين جوه الفورست، اي ممبرز موجودين في اي دومين جوه ايه الفورست. طيب بالنسبه للجلوبال، بالنسبه للجلوبال، الجلوبال دي سكوب اقدر اعمله عشان اكسس بيه او اخد بيرميشن على ريسورسز موجوده في اي مكان جوه الدومين او اي دومين خارجي بيني وبينه ايه تراست، يعني فورست تانية زي ما اتفقنا. خلاص كده. فالممبرز اللي ممكن اضيفهم جواها الممبرز اللي اقدر اضيفهم جوه الجلوبال، اي ممبرز موجود فقط في الدومين بتاعي، اي ممبرز موجودين في الدومين بتاعي. خلاص كده. طيب اتمنى ان هي تكون واضحة وان ما يكونش فيها اي لخبطة، لان الموضوع ده بيلخبط ناس كتير يا شباب. تمام. يبقى تلخيصا بسرعة، انا قلت اللوكال هو سكوب نوعه اقدر اكسس بيه بيرميشن على ريسورسز موجودة على كمبيوتر معين واقدر اضيف اي ممبرز جواه. الدومين لوكال هو سكوب اقدر اكسس بيه او اخد بيرميشن على اي
ريسورسز موجوده في اي مكان جوه الدومين خلاص كده، واضف اقدر اضيف ممبرز فيه زي ما حضرتك شايف كده، ممبرز فروم ذا سيم دومين، ممبرز فروم دومين ان ذا سيم فورست تمام كده، و ممبرز فروم تراستد اكسترنال دومين خلاص، يعني دومين خارجي. وتحديدا هنا هو محدد زي ما حضرتك شايف كده، اليو هي اختصار اليوزر والسي هي اختصار الكمبيوترز. فحضرتك من خلال الرموز اللي تحت وتعريفها هتقدر تفهم الجزئيه دي فيما وخاصه فيما يخص الجروبس. يعني احنا هنا في اللوكال كان بيقبل اي نوع من انواع الجروبس جوه الدومين، وبيقبل الجلوبال جروب واليونيفرسال جروب في اي دومين موجود في نفس الفورست، وبيقبل الجلوبال جروب في اي من اي يعني في اي ممبرز موجوده من تراستد اكسترنال دومين خلاص كده. وفيما يخص موضوع جروب برضه في دومين لوكال، هنا قايل لك ان هو بيقبل كل انواع الجروبس من اي نوع، سواء جلوبال او دومين لوكال او يو جي اللي هو يونيفرسال، ولا بس لازم يكونوا ايه ممبرز ان ذا سيم ايه دومين. وبيقبل الممبرز كجروب جلوبال جروب او يونيفرسال جروب لو كانوا في جوه نفس الفورست خلاص، وبيقبل الجلوبال جروب لو كانت من ممبرز فروم تراستد اكسترنال دومين خلاص كده. في اليونيفرسال بيقبل هنا في الجروبس، بيقبل الجلوبال جروب واليونيفرسال جروب بس لازم يكونوا ممبر في نفس الدومين، وبيقبل برضو الجلوبال واليونيفرسال من الممبرز اللي موجودين من الدومين جوه الفورست، يعني دومين تانية موجودة في نفس ايه الفورست، لكن ما بيقبلش اي ممبرز جايين من ايه من اي تراستد او اكسترنال ايه دومين. كويس لحد كده. في الجلوبال تقدر تضيف الجلوبال جروب اللي موجوده ممبر في نفس الدومين، لكن ما تقدرش تضيف اي نوع من انواع الجروبات الثانيه خلاص كده. وفي نفس الوقت خد بالك ان هو ما بيقبلش اي ممبرز جايين من دومين تاني جوه الفورست، ولا بيقبل ممبرز موجودين من تراستد اكسترنال دومين. ده بالنسبه ايه للجلوبال.